كنت أقول بأن إسرائيل تستدعي مرة أخرى خطاب الضحية، لعب دور الضحية لتمارس الكذب والتضليل والخداع على عالم مغفل، على إدارة أمريكية منتفخة بغرور القوة لكنها إدارة مغفلة مغيبة. مرة أخرى إسرائيل تكذب يعني تلعب دور الضحية، لعبته في العام 1900 قبل ذلك، وأقيمت دولة إسرائيل في العام 1948 وذبح الشعب الفلسطيني وارتكبت المحارق والمجازر والمذابح بحق الشعب الفلسطيني. اليوم هذا الخطاب ذاته يستدعى لخداع وتضليل العالم لتمارس إسرائيل كل هذا الإرهاب والإجرام والقتل بكل هذه الوحشية وبكل هذه الدموية التي تستهدف أطفال فلسطين ونساء فلسطين الذين يقتلون وتقطع رؤوسهم الآن على مرأى ومسمع من العالم أجمع. إسرائيل تستدعي خطاب الضحية وترسل للعالم المغفل صور لأطفال فلسطينيين على أنهم أطفال صهاينة قتلتهم المقاومة الفلسطينية. أخي الكريم، ما يجب أن يكون واضحا أن الظروف التي نتجت عنها دولة إسرائيل في العام 1948 لم تعد قائمة. العالم تغير، الظروف تغيرت، معادلات القوة في المنطقة تغيرت. اليوم الشعب الفلسطيني له قوة تحميه، مقاومة تدافع عنه بكل ما تملك من أدوات. نعم، نحن لا نملك التفوق الجوي الذي تمتلكه إسرائيل، وهي بالمناسبة ما تقوم به إسرائيل ليس شجاعة مقاتلين على الإطلاق. شجاعة المقاتل هذه لم تظهر من العدو الإسرائيلي عندما قامت المقاومة بهذا الفعل العظيم والأسطوري والملحمي والكبير يوم 7 أكتوبر. الشجاعة ما قامت به المقاومة الفلسطينية عندما قاتلت وجها لوجه قوات الاحتلال، وهرب جنود الاحتلال أمام المقاومين الأبطال يوم 7 أكتوبر.